عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين، إذا كنت جديد في القناة فضلا وسهلا اشترك ليصلك كل جديد. مرحبا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم. في هذا الشرح العاجل إخوتي، وصلتني هذه الرسالة منذ ساعات عن طريق شركة سويت كوين إلى الحساب، إلى الإيميل الخاص بي إخوتي، صندوق الوريد. شاهدوا معي هذه الرسالة، قررت أن أشارككم هذا الخبر وطريقة المشاركة في المسابقة. يعني شركة سويت كوين عملت مسابقة، نعم شاهد معي، وين أن تسلا، نعم يمكنك ربح سيارة تسلا، نعم شاهدوا معي، هذه سيارة تسلا الكهربائية قيمتها 100,000 دولار، نعم فقط بالمشاركة في المسابقة التي وضعتها شركة سويت كوين في تطبيقها. سوف أريكم كل مراحل المشاركة في المسابقة. أول شيء تقوم به، ويجب عليك أن يكون لديك المحفظة والتطبيق سويت كوين، نعم يجب عليك أن يكون لديك الاثنين تطبيقين. أول شيء تقوم بفتحه هو تطبيق سويت كوين، ويجب على المحفظة كذلك أن تكون مفتوحة، نعم هذا شرط المسابقة. عندما يفتح معك التطبيق يعني بآخر نسخة، شاهدوا معي، تنزل في الواجهة الرئيسية وتظهر لك جون ناو، شاهدوا معي، يعني هذه المسابقة. الدخول إلى المسابقة من هنا فقط، تضغط على جون ناو هذه الكلمة يأخذك الرابط إلى الصفحة الخاصة بشركة سويت ايكونومي. شاهد معي فقط بعض الشروحات هنا يعطيك طريقة التسجيل في المسابقة أو المشاركة في المسابقة. هو يطلب منك، شاهدوا معي، 3 مراحل، نعم 3 مراحل. عليك بالذهاب إلى المحفظة، يعني بعد الدخول إلى هذا الرابط تذهب إلى المحفظة، تقوم بالذهاب إلى المحفظة، شاهدوا معي، إن شاء الله تكون كل المراحل مفهومة. شاهدوا معي الطريقة سهلة جدا، أظن أن طريقة التسجيل سوف تأخذ 10 سويت كوين، نعم بعد الدخول إلى المحفظة، محفظة سويت كوين، تظهر لك هذه الواجهة، تضغط على جرو، هذه أخوتي، نعم هنا جرو، تضغط على جرو، هنا يقول لك earn up to 23% per year، اضغط على grow، اضغط على grow. شاهدوا معي عند الضغط على هذه الأيقونة grow، يقول لك ما هو المبلغ الذي سوف تقوم بإيداعه. أنا سأقوم بإيداع 10 سويت كوين مثلا، دقيقة فقط، سوف أقوم بإيداع
10 سويت كوين اكسبتي ان كونفيرميشن. هكذا سوف اقوم باكس بالمتابعة. انتظر دقيقة فقط سأقوم بالتسجيل. شاهدوا معي إخوتي، قام بال 11 من عملة الباي. أضغط على كلوز. شاهدوا معي، وهكذا أنا قمت بالتسجيل في مسابقة لربح سيارة. هذه طريقة المشاركة في المسابقة. إذا أردتم المشاركة فشاركوا، وإذا لم تريد أن تشارك فأنت حر، ولكنهم قالوا هذه طريقة المشاركة. الآن لن أخسر شيء، فقط قمت بالمشاركة. شاهدوا معي، قد قمت بإيداع 10 سويت كوين أو سويت إيكونومي. بالنسبة لسعر عملة سويت إيكونومي اليوم، شاهدوا معي إخوتي، بعد الارتفاع الطفيف في عملة البيتكوين ارتفعت بنسبة قليلة عملة سويت إيكونومي، وتسجل 11 دولار لكل 1000 عملة، يعني 0.01 دولار لكل 1 عملة. المهم أن عملة سويت إيكونومي هي حاليا مستقرة عند هذا الرقم. نعم، منذ شهر تقريبا هي مستقرة عند، لم تنزل حتى تحت 10 دولار لكل 1000 عملة. المهم، أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك، دائما أنبه على الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أنا أقوم بوضع الفيديوهات يوميا، يعني هنالك فيديوهات مهمة أقوم بوضعها تنزيلها على القناة. مثلا هذا خبر عاجل، يعني عندما وصلني الرسالة قمت بتحري هذا الخبر وعمل شرح لطريقة التسجيل فيه. المهم، شكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.